مرة بنيجي بنقول على حرف الاي، نقول عليه مثلا جت، انا حاجة قليلة، بس اول ما تيجي تخش عليها حرف الاي تلاقيها بقت قلبت، بقت بايت. تعالوا نعرف الفيديو ده ازاي هننطق حرف الاي، يلا بينا. من ضمن الحروف اللي ممكن تنغص عليك حياتك وانت بتتعلم انجلش حرف الاي. ليه؟ لأن ملوش قاعدة معينة تقدر تعممها كنطق على كل الكلمات، بس أنا هديك كده حاجة general، بس ما تقدرش تعتمدها لأنها 100%، يعني مش هتقدر تطبقها على كل الكلمات. وهديك examples لكده، زي ما قلت في الفيديو اللي فات على حرف ال C لازم ترجع native speaker dictionary، برضو مع حرف ال I لازم تشك فيه جامد جدا، لازم تعرف بتنطق ازاي من native speaker أو من dictionary. تعالى نبدأ كده مع بعض ونشوف حرف الاي ممكن ينطق ازاي. حرف الاي في معظم او اغلب الكلمات لو جه قبليه حرف كونسوننت وبعديه حرف كونسوننت تاني بتنطق كانه حرف اي، بس مش بتمده خالص، كان زي مثلا كلمه بات كات. طيب ده لو جه قبليه كونسوننت وبعديه ايه كونسوننت. طب لو جه قبليه كونسوننت وبعديه كونسوننت وبعد كده حرف الاي، في اغلب الكلمات هيتنطق كانك بتمرجحها كده شويه، بتطلع وبتنزل، فبتقول اي اي، زي مثلا كلمه بايت كايت او كلمه رايت اللي معناها يكتب، لان في رايت تاني اللي معناها يمين او معناها حقيقي. يبقى كده ده تاني نطق لحرف الاي. قلنا بيتنطق في المره الاولانيه، قلنا بيتنطق كانه حرف اي، وفي الثانية هنقول ايه ان هو كان بيتمرجع فيها شوية، فنقول ايه اي ده لو جه قبلها كونسوننت بعديها كونسوننت وجه في الاخر حرف ايه حرف اي. يتنطق نفس النطق برضو لو جه بعديه جي اتش، كان في نص الكلام قبلها كونسوننت بعديها كونسوننت وجه حرف الاي وفيها حرف اي وفي بعدها ايه جي اتش، زي مثلا في كلمات زي كلمة فايت نايت رايت، يبقى جه حرف كونسوننت اي بعد كده جي اتش، طبعا جي اتش معظم برضو الكلمات مش بيتنطق في النص، وبعد حرف كونستنت فانتقطه بنفس النطق اللي هو ايه؟ في استثناءات بعد كده، يعني انا قلت في اللي هي لما يجي لك حرف الاي ويجي لك في اخر الكلمه حرف اي هتنطق كانه اي. طيب مش في كل الاحوال، يعني مثلا ممكن تقابلك كلمه زي كلمه انجن انجن جن، فانا برضو خطفتها كده كاني كان نفسك رجعت كاني رجعت كده لاول نطق خالص انا نطقت بيه حرف الاي. طب هل دي قاعده برضو؟ لا هي مش قاعده، ما هي كده حرف الاي جي حرف الاي وجي كونسونانت وبعديها حرف اي، المفروض ان اقولها زي ايه زي ما قلتها المره اللي فاتت. بس لو تلاحظ هديك حاجه كده صغيره، نلاحظ كده في المره الاولانيه ان قلنا ان حرف الاي جه في كلمه وان سيلابل، سيلابل معناها مقطع صوت واحد قلتها مره واحده، فقلت مثلا زي كلمه ايه، قلنا كلمه بايت وقلنا كلمه كايت. طيب الجمله دي ان جن هتلاقيها مكونه من مقطعين تو سيلابلز، ماشي، فدي برضو ما ينفعش ان انا ايه اعمم عليها القاعده بتاعتي بتاعت حرف ال. طب كده برضو سهله كده معايا؟ لا لسه، برضو في حاجه ثالثه هتنقص عليك حياتك اللي هي ايه، مثلا زي كلمه كارنتين تين كار كا كارنتين اللي معناها الحجر الصحي، عملتها كانها لونج اي مديت بيها تحت خالص شويه، معناها نفس الطريقه بتاعت انجن، عندي مور ذان وان سيلابل، جه حرف ال I بعديه كونسونت بعديه حرف ال E، بس الموضوع اختلف خالص معايا، بقت كده اسمها ايه مديت فيها عملتها كانها لونج E. وده برضو هرجع واكد عليك تاني، لما تشوف حرف ال I ارجع على طول للديكشنري بتاعك وشوف بيتنطق ازاي. طبعا عندنا في على الويب سايت في كتير جدا زي مثلا dictionary.com او حتى جوجل ترانسليشن، تقدر انك انت تسمع منه، تمام، تقدر تسمع منه نطق الكلمه عشان تتاكد منها قبل ما تقولها. يا رب يكون أضاف لكم جديد الفيديو ده، أشوفكم على فيديو جديد إن شاء الله، وبرضو لو في أي حاجة عاوزين تسألوا عليها سيبوها لي في الكومنتس، أشوفكم على خير.